حقيقة تفسير كتاب الله عز وجل هو البوابة لفهم كلام الله تعالى، ثم التفاعل مع هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل لهداية البشرية ولإخراجهم من الظلمات إلى النور. والمسلم كما أنه يعتني بقراءة القرآن وحفظه، فإنه يجب أن يعتني بتفسيره وفهم مراد ربه سبحانه وتعالى من كلامه. وكما تفضلتم سيدي أمين، فإن الناس على مستويات، منهم المبتدئ ومنهم المتوسط ومنهم المجتهد. فالمبتدئ لا يمكن أن يقرأ التفاسير المفصلة التي فيها علوم القرآن وعلوم شتى، لا سيتيه فيها. إذا لا بد لهذا المبتدئ أن يختار تفاسير مبسطة ميسرة، لأنه يروم المعنى الأول، المعنى المراد. ليس هدفه أن يقف مع نزول القرآن وناسخه ومنسوخه وما يتعلق بعلومه، وإنما يريد المعنى الأول لأنه يريد أن يعمل به أو يفهم مقصود هذه الآية أو معنى هذه الآية بداية. أما المتوسط المتدرج في العلم الذي يريد أن يفهم ويتدبر ويقارن، فإنه ينتقل إلى تفاسير أعمق وأعلى درجة من التفاسير الأولى. والمجتهد الذي يريده هو أن يصل إلى درجة الاجتهاد أو درجة أن يكون هو بنفسه مفسرا، فله يعني أنواع أخرى من التفاسير. وعلى سبيل الاقتراح والإرشاد يمكن أن نذكر يعني في المستوى الأول مثلا التفسير الميسر، جمعه بعض العلماء المعاصرين وحاولوا أن يجمعوا فيه المعاني التي سبقت في التفاسير يعني المتقدمة، وأن يبسطوها بلغة تحاول أن تلامس الفهم العام للإنسان المعاصر. وكذلك تيسير الكريم الرحمن لعبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ويمكن أن نزيد يعني من تفاسير المغاربة أحاديث التفسير للشيخ المكي الناصري، وإن كان هذا يعني هذا التفسير يمكن أن نذكره في الطبقة الأولى وفي الطبقة المتوسطة، لأنه يذكر المعنى الأول. فهو أصل هذا التفسير أنه تفسير إذاعي، كان يذاع في الإذاعة، والحمد لله يعني كتب وطبع. فهو كان يخاطب جميع الشرائح، يعني يخاطب كل شريحة بما يفيدها، فيخاطب المبتدئ الذي يروم المعنى الأولي، ويخاطب كذلك المتوسط والمجتهد الذي يريد الغوص في علوم القرآن. أما التفاسير يعني المتعمقة، مثلا ابن كثير وابن جرير الطبري، التفاسير يعني المتخصصة، هناك تفاسير لغوية كتفسير الزمخشري، فهذه يحتاجها المجتهد الذي يعني له ملكة في البلاغة وفي اللغة. وكذلك تفسير الإمام طاهر بن عاشور وغيره من هؤلاء الفطاح المتقدمين والمتأخرين، فيحتاجون إلى أولا أن يكون عندهم ما يميزون فيه يعني في هذه التفاسير، بين ما ينبغي أن يقرأ وبين ما ينبغي أن لا يقرأ وبين ما ينبغي أن يحتاط منه. فهذا من وصل إلى درجة معينة في العلم فهذا يقرأ التفاسير المبسوطة يعني والموسعة. ويمكن أن أختم بمسألة وقعت لي مع شخص معين في مجلس، كنت قد فسرت بعض الآيات وأحلت على ابن كثير، أحلت على ابن كثير يعني في فلما أنهيت كلامي قال عندي تعقيب، وأستاذ من الأساتذة في تخصص معين ليس تخصص يعني تفسير، فبدأ يشرح تلك الآيات على هوى على طريقته، دخل فيها يعني التاريخ والجغرافية والفلسفة وكذا وكذا وكذا.
فعندما أنهى يعني كلامه قلت له حقيقة أنا لا أدعي التخصص، وإن كنت يعني طالبا باحثا في مجال التفسير ولا أدعي التخصص، ولكن أنت ينبغي أن تحترم تخصصك، إذا كان تخصصك الفلسفة فيمكنك أن تتحدث يعني في كتب الفلسفة وكذا وكذا، لكن التفسير له أهله وله ضوابطه وله أصوله وله قواعده. فذكرت لهذا الرجل أنه ينبغي احترام التخصص، فأنا يمكن أننا لا يمكنني أن أتحدث في كتب الفلسفة بحيث إن بضاعتي في هذا المجال يعني ضعيفة. فقال لي بهذا التعبير يعني بالدرجة، قال وعلاش تعطي لابن كثير الحق يفسر وأنا ما نفسرش؟ زعما هذا حق، تفسير حق لأي شخص، يعني أي شخص ممكن يفسر بما. فحقيقة هذا أمر غير مقبول، ليس أي شخص مؤهلا للتفسير، ليس أي شخص مؤهلا أن يتصدى لكلام الله تعالى. وهذا التخصص أنا إلا مشيت عند واحد الطبيب نقول له علاش ما أعطينيش الحق أنا ندير عملية جراحية، أعطيني الحق أنا نشرق عباد الله وندير يعني سأعرض نفسي للسجن. أكيد أكيد. ويعني تعريضك نفسك لعقاب دنيوي أهون من تعريضك نفسك لعقاب الآخرة أن تتكلم في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال بعض العلماء هذه الآية على سبيل التدرج، بمعنى من الأدنى إلى الأعلى، أن أعلى يعني مراتب يعني العصيان وهو أن تتكلم على الله بغير علم، يعني أعلى حتى من الشرك، الشرك هو أعظم الذنوب، لكن أن تتكلم على الله بغير علم ستعرض نفسك للشرك وستعرض غيرك للشرك، لأن عندما تقول إنسان هذا هو مراد كلام الله أنت توقع بالنيابة عن الله. فلذلك لا بد من ضبط هذه المسألة، ومن أهم ما ينبغي الحرص عليه هو معرفة أصول وقواعد التفسير قبل قراءة التفاسير، وكذلك معرفة مناهج المفسر. فلعلي يعني أتابع الكلام للأساتذة الفضلاء دائما في باب التفسير، وأتذكر ما ذكره الشيخ سيد عبد اللطيف الزايد حفظه الله في ذلك الذي الرجل الذي عقب عليه فقال لما تعطي الحق لابن كثير في التفسير ولا وتحرمني هذا الحق. ولعل الذي ولولا أنا أكيد أنه ليس هو الشخص الوحيد الذي عقب بهذه الطريقة على قضية التفسير، لعل منطلقهم من مقدمة صحيحة التي هي أن القرآن أنزله الله عز وجل للناس كافة، لكن ما يبنونه على تلك المقدمة الصحيحة والباطل. إذن ما دام قد أنزله الله للناس كافة إذن فتفسيره متاح للناس كافة، وهذا غير صحيح. أنزله الله عز وجل للناس كافة من باب هدايته ومن باب تيسير تلاوته وتيسير فهمه، لكن هل هذا يعني أن للكل الحق في تفسير كتاب الله عز وجل؟ قد نقول للكل الحق في تفسير كتاب الله عز وجل إن ألم بالأصول التي تمكنه. لو ألم الناس جميعا بتلك الأصول فتح لهم باب التفسير، لكن إن بلغنا هذه المرتبة حيث يلم الجميع بأصول التفسير لعلنا وجدنا نفسنا في الجنة، إذ لا داعي بعد ذلك للابتلاء وليعلم أحدنا الآخر. فينطلق الناس من هذا، فنقول لهم، أذكر أن مرة قد وقع لي سجال مع شخص، يعني كنت صراحة كنت أداري، أنا لا أحب الجدال حتى في مساري الدعوي، لا أدخل في الجدال إنما مضيعة للوقت ومنفذة للطاقة وفي بعض الأحيان حتى للمال وأنا معروف ببعض الشح والبخل، سأل الله أن يغفر لي. لكن في أحد المرات استفزني لدرجة أنه يعني لا أقول أن نقص، التنقيص هو من باب يعني هم رجال ونحن رجال، هذا يمكن أن يقال فيه تنقيص، هذا فيه يكاد يكون سبا. يعني قال لي العماد خلاص، قال لي بالدارجة العامية ما عندنا ما نديروا لبدك طبري وبنكتين صافي، ما عندنا ما نديروا بهم هذوك رانا احنا. قلت لي على الراس والعين مرحبا، قلت لي لكن بشرط اي تفسير سوف تأتي به يجب ان تذكرنا ما هي الاصول التي اعتمدتها لكي تفسر،
لا يجب عليك أن تستدل باللغة العربية لأنها من أصول الأولين. إذن عليك هل ستفسر القرآن بالباش بالزرادوشتية، ستفسر بالسنكفيريتية، بماذا ستفسر القرآن الكريم؟ ستفسره بعرنسيتك التي اختلطت بها بعض الإنجليزية، وبما ستفسر القرآن؟ هذا مثلا أصل. ثانيا لا يجب عليك أن تعتمد على السنة. قد يقول القائل هذا القرآن ما دخلوا السنة، نقول القرآن والسنة مرتبطان فكلاهما وحي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما صح عنه ألا إنما قد أوتيت القرآن ومثله معه، وما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة، فالكتاب والقرآن والحكمة من الآيات والحكمة، الآيات القرآن والحكمة هي السنة. وهذا يعني ظهوره ووضوحه يغني عن شرحه. فنقول أولئك الأولين والأقدمين الذين سبقون لهذا الباب، منهم يعني أذكر ما استفدته من شيخ سيدي عبد اللطيف زايد حفظه الله باعتبار سلوكه لمسلكي التخصص في التفسير، واعتبار أن رسالته في الدكتوراه كانت في هذا الباب. يعني قال لي أن ابن كثير إنما تبرز فيما لا يقل عن 30 فنا من فنون العلوم الشرعية، بعد ذلك أذن له في تفسير القرآن حتى يقال هذا مفسر. أما أن تكون مثلا ممن ينقل من تفاسير إلى آخره، هذا أمر آخر، يعني هذا يتدرج فيه الطالب لا إشكال فيه، لكن تقول أنك تريد أن تفسر كلام الله عز وجل من باب الإفسار، أي تفسر أي توضح المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى، والله هذا لا يتأتى لأي كان. يعني ما مبلغك من اللغة العربية وإتقانها؟ ما مبلغك من البلاغة؟ ما مبلغك من البيان؟ ما مبلغك من الحديث؟ ما مبلغك من علم السيرة النبوية التي تبين لك الأزمنة التي نزلت فيها الآيات حتى تعلم الناسخ من المنسوخ والمتقدم من المتأخر؟ ما مبلغك من أصول الفقه حتى تعلم العام والخاص وتعلم المطلق والمقيد؟ ما مبلغك من سائر العلوم التي هذا المتحدث لا يعلم حتى اسمها، ولكن المفسرين عليهم أن يتقنوها؟ فلذلك نقول للناس ليس كل من تصدر لتفسير القرآن الكريم فهو إنسان معتمد، إنما يرجع في التفسير لما اصطره علماؤنا بحسب ذلك التدرج الذي ذكره الأساتذة كمبتدئ. يعني والله لو علم الناس قدرهم وحدودهم ثم التزموها، يعني لكفينا كثيرا من المصائب. الاقتصاد هو يمس جميع الناس، لكن ليس كل الناس يتجاسر على شرح الأوضاع الاقتصادية. الطب هو يمس جميع الناس، لكن ليس كل الناس يتجرؤون ويتجاسرون على الطب. وقل ما شئت في جميع التخصصات، لكن عندما يكون زمن تخلف وزمن يعني محاولة إسقاط القدوات والعلماء وأهل الخير والفضل، فإن الناس يتجاسرون على المنطقة الأقل حماية فيظنونها مستباحة وكلأ مستباحا فيتجاسرون عليها. ونسأل الله عز وجل يحمينا ويكون من الزلل والخطر، والله تعالى أعلم.